دلوقتي هنمسك ببساطة جدا شوية أسس للتصميم في البيوجيومتري. فهنبص الأسس دي كمان موجودة في الطبيعة بشكل إيه، عشان احنا قلنا إن إيه، إن في تاريخ العمارة لما اتكلمنا على تاريخ العمارة لقينا إن تاريخ العمارة مرتبط بالأماكن المقدسة، الأماكن فيها طاقة. فعايزين نشوف ايه اسس التصميم بتاعت الطاقه دي، وبعدين نحلل شويه الاماكن اللي فيها الطاقه دي في الطبيعه. هي برضو لازم الاماكن في الطبيعه دي مبنيه او فيها تشكيل طبيعي معين بيؤدي الى كده. نوع التشكيل ده نوعين، اول جزء من اللي بيشكل الطاقه في المكان قلنا تقاطع انهار جوفيه في زوايا معينه. بس تقاطع النهار الجوفيه لوحده يعتبر احد الحاجات، يعني لو جه تشكيل معين زائد انهار جوفيه زائد كذا حاجه جت على بعض زائد تقاطعات، يعني تقاطع انهار جوفيه وتقاطعات خطوط مغناطيسيه في الارض وتقاطعات خطوط اشعاعات ارضيه، كل ما زادت التقاطعات فوق بعض بيزيد قوه المنطقه، الطاقه اللي طالعه من المنطقه دي. وبعدين يصح فيه التشكيل الطبوغرافي للمنطقه بيلعب دور. فهنمشي شويه ورا الحاجات دي نفهم الكلام ده ايه. بس انا عايز امسك النقطه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها الدور اللي فات. احنا اتكلمنا قلنا ان في اي منظومة طاقة لما بيحصل فيها خلل بيحصل ايه؟ هنعمل منظومة الطاقة دي نفترض احنا قلنا زي الميزان كده وبعدين لو زادت هنا عن هنا هيختلف الميزان ده كده، يبقى ايه؟ يبقى انا لازم يشيل من هنا يضيف من هنا. فدي عمليه قطبيه، يعني بالزائد والناقص. وبعدين قلنا الحاجه زي دي اهم حاجه فيها الجرعه، يعني عشان ايه؟ قد ما تشال قد ما احط. فده اي منظومه طاقه التوازن بتاعها بيشتغل كده. وانا مثلت منظومه الطاقه هنا، اتكلمت عملتها زي دايره كده مثلا، منظومه متوازنه. فلو حاجه خرجت هنا، يعني حاجه بره جبرتني التفاعل مع بره عمل كده، حته ثانيه كده، يعني البيئه الخارجيه بتشكل منظومه الطاقه. فالبيئه الخارجيه هنا بتاثر على الكلام ده. الجرعه بتظبطها بالطريقه دي. فده الاسلوب اللي هو التقليدي في ادخال التوازن في الشيء، ان انا احط تمليت اشوف الخلل جاي منين واعمل عكسه. طيب احنا قلنا بقى مشكله دي ان ده اسلوب مش معماري، ينفع في الطب البديل، ينفع في كل حاجه. في المعماري قلنا ايه؟ ان التوازن اساسا جاي من النقطه دي، من المغمس. لما دي زادت ودي قلت بقى في خلل هنا، بقت دي مش موزونه. طيب
لو انا اتخيل ان دي التفاعل مع البيئه، ده مش حاجه متغيره طول الوقت متغيره، هقعد طول الوقت ادور على مركز جديد ادور على مركز جديد مش هخلص. فاحنا قلنا ايه؟ مسكنا المركز ده وحللناه شويه، لقينا ان المركز ده لو دي بتلف ده خارج الزمان والمكان، تمام؟ خارج الزمان والمكان هنا يعني نقدر نقول لو تصورنا ان المركز ده هنا مركز حاجه بتلف كده، لو المركز ده حاله اللف دي عماله حلزونيه كده ملت المكان ده اصبح كله مركز، ده بقى كله ايه؟ كله مركز، يبقى كله متوازن، يعني الحلزونه دي مسكته كله ظبطته. فاحنا نقول ايه؟ لما جت في اماكن في الارض مثلا نهر جوفي ماشي كده، واحد تاني ماشي كده يجي في النقطة دي ويعمل الحلزونة، يبقى فوق دي المنطقة اللي فوق دول فيها عملية بنسميها سنترنج، يعني ده سنتر بقت سنترنج، يعني عمليه ايه؟ على طول فيها توازن، توازن من انها كلها مربوطه، حركه الطاقه بتربطها بمركز. دي كان ايه؟ بدل لما دي بتزيد ودي بتقل، انا بعمل ايه؟ انا حطيت زي برنامج كده، لو دي زادت عن دي يتحرك المركز بتاعي هنا، يعني عملت برنامج ان ده يبقى على طول ايه؟ طب لو انا عندي ده متحرك يبقى خلاص، يبقى ده سنتر بصفه دايمه، سنتر بصفه دايمه، قلنا الصفه اللفه دي، اللفه دي نوعين، يا اما ايجابيه بتطلع كده تلف يمين، يا اما سلبيه بتلف شمال. اللي بتلف يمين دي يعني زي ما بتقولي بتساعد الطاقه بتاعت الانسان مفيده ليه، اللي بتلف شمال بتسحب من طاقه الانسان وضاره ليه. هتقولوا لي الله، طب ما في اماكن مقدسه كتير احنا بنلف شمال، ليه في الكعبه بنلف شمال؟ عشان اللفه اليمين دي بتزود الطاقه، طاقه الحياه، طاقه النمو. اللفه الشمال بتسحب مني الطاقه اللي هي الطاقه الحيويه بتاعتي، لكن في نفس الوقت بيبقى الحركه، نتخيل دي حركه طالعه لفوق، الثانيه حركه نمو في اتجاه الاخر، يعني بتنقلني من العالم ده الى العالم الاخر. ففي العبادة انا عايز اضعف الجسم المادي والوعي بتاعي يتحرك كله في الناحية التانية. وبعدين ما تنسوش حاجة، ان في اماكن العبادة انا بعمل اللفة بتاعتي دي، لكن في اصلا لفة ايجابية في المكان، يعني انا بدخل في لفة ايجابية مظبوطة جدا في المكان، انا بعمل اللفة العكسية عشان ادخل جواه. يبقى هنا هي عملية علاقة الشيء بالمركز. نيجي نقول طيب نمشي في الارض نبص شوية على الاماكن المقدسة دي، قلنا فيها مياه جوفية، طب دي حاجة مش شايفها، طب ايه اللي انا شايفه؟ نبص نلاقي لو جينا مثلا بصينا على الافق، يعني ده ارض
وده سماء او بحر وسماء، يعني هنا ماده وماده ثانيه. لما يبقى فيه تقابل مادتين على بعض فطبيعه نقطه التقابل دي الاثنين بيحصل فيه احتكاك اي حاجتين. وبعدين لازم تعرفوا امتحان مهمه جدا هندخل بيها بعد كده، الشكل الخارجي بتاع اي شيء يعني بيبقى في محدد خط تحديد الشيء ده هو نقطه تقابله مع الحاجه الثانيه اللي حواليه. يعني زي الشكل بتاعنا الانسان اهو، الخط ده نقطه تقابل ده بالبيئه اللي بره، فتملي النقط دي بتبقى ايه؟ نقط احتكاك. الاحتكاك ده بيطلع موجه حامله، حامله معلومات، حامله كله زي الراديو زي التلفزيون، موجه حامله، مناطق الاحتكاك دي بين الحاجات. ولذلك ان لما نمسك اي انرجي سيستم زي ده اللي بيلف ده هبص الاقي الغلاف الخارجي بتاعه هو نقطه تبادل المعلومات بينه وبين بعضه. هو الغلاف الخارجي ده نقطه تبادل معلومات. لو بصينا الى جسم الانسان هتبص تلاقوا ايه؟ ان الجلد بيلعب دور مش بس وقائي، لا بيلعب دور تبادل معلومات. ما هو اذا كان في موجه بينه وبين بره، لو حطيت على الاماكن الخارجيه بتاعت الجلد دي حطيت عليها اي حاجه تجيب معلومات يبقى ده اول حاجه حاسه اللمس، ما دي معلومات على الجلد من بره، والحواس الخمسه ما كلها على الجلد من بره، يعني على الودن على العين كده. في حاجه تانية كمان غير كل الكلام ده، المعلومات اللي خارج الحواس. طيب الجلد بيجيبها ازاي؟ الجلد بيجيبها من خلال يعني الجلد ده عازل، يعني زي اي سلك كهرباء في عازل. لو ما كانش الجلد في عازل الطاقه الحيويه بتاعتنا كانت ايه؟ تخرج في الجو على طول. او مثلا اجي جنب جهاز كهرباء جنب مغناطيس بتاع ابص الاقي ايه؟ اتسحب مني كهرباء جسمي. فانا عندي عازل، العازل ده طب ما هيمنع المعلومات، يبقى عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. العازل ده فيه زي ما نقول ايه؟ حاجات شبابيك صغيره بتحس بالمعلومات الخارجيه، يا دوبك شبابيك صغيره اللي هي الصينيين بيستعملوها مثلا في الطب الصيني بالابر الصيني، لكن هي مش معموله عشان كده. يعني انتوا اعتبروا مناطق الابر الصيني في الجسم دي زي ايه؟ زي واحد بنى بيت وعمل الشباك. طب الشباك ده ليه؟ الشباك ده عشان انا ابص بره مش كده؟ فالشباك ده معمول عشان الجسم يجيب معلومات عن بره، فالجلد الجسم يجيب معلومات عن بره، مش معمول عشان بره يبص لجوه. عشان كده نقط الاحتكاك دي بما انها فيها طاقه ارسال زي موجه ارسال، فبتلاقي التملي احنا لما نبص لحاجه دي تجر انتباهنا. يعني ايه مثلا؟ لو نبص للافق تلاقي الواحد يقعد يبص للافق كده ليه؟ لان الشبكه في موجه ارسال في الحته دي. تقابل مثلا ايه؟ تقابل الميه على الرمل مثلا في الشاطئ الحته دي. يعني بتعمل موجات ارسال كده تخلي الانسان يبص لموجات الارسال دي. بس دي موجات ارسال بس، يعني ما ولا بتزود ولا بتعمل حاجه. نيجي بقى ايه؟ احنا لقينا ان لو انا عايز اشوف مثلا ايه اللي يدي نوعيه اضافيه الى المكان ده، فاحنا قلنا عمليه السنتر ده عمليه المركز هنا. بس اذا كان المركز ده مش ضروري داخل الزمان والمكان، يعني مش ضروري اشوف واحط ايدي عليه، فعلى الاقل ادراك المركز يعني الرنين بيحصل ازاي. لو الانسان ادرك المركز بقى في علاقه مع المركز. طيب يبقى هي انا اشوف اسس تصميميه بخلاف ان حاجتين بيتقاطعوا، ولو حاجتين تقاطعوا خلاص انشات مركز.
اشوف اسس تصميميه ثانيه تعمل لي عمليه اتصال بمركز الحاجه اللي انا بصممها. فنيجي مثلا في الارض كده، لو انا بدل دي، لو انا جيت على جبل كده، تقاطع الارض مع السماء، لو تدخلوا بدل ما مجرد حته كده بقت جبل، شوفوا المركز الشكل ده مركزه بقى هنا، الشكل ده مركزه في نص الارض، نص الكره الارضيه بعيد عني، لكن هنا تقرب المركز هو الشكل. فتبص تلاقي الانسان وهو ماشي هنا وبيتحرك في الحته دي بيدرك المركز ده، واول ما الشكل اتشكل بقى ليه مركز. ولذلك ايه؟ لو انا ماشي في حته ولقيت فيها جبلايه كده في الصحراء كده، انتباهي كله هيروح على المنظر ده، هقعد ابص عليه. او لو انا ماشي على البحر مثلا وده شبه جزيره طالعه من الميه كده، او العكس خليج كده، هتبص تلاقي افضل ابقى هنا عن ابقى في حته عدله. لان ايه؟ لان في علاقه بمركز. ولذلك لو احنا بندور على الاماكن اللي فيها الطاقه دي، نقول دي اماكن العباده اللي هي ايه؟ الاماكن المقدسه. خدوا بالكم بقى ايه؟ الاماكن المقدسه ارتبطت بعمليه لما تكون حاجه داخله في حاجه، انا بسميها ايه؟ بالانجليزي بسميها انترفيس. انترفيس يعني التداخل. تداخل حاجتين دخلوا في بعض كده. اول ما حصل تداخل المراكز دي اتوجدت. انت عايز تغير شريط ولا خلاص بيتوجد. الانسان في العاده بيبقى في حاجه غير مدركه، يعني غير الحواس، بيحصل علاقه بالمركز ده. يعني دي حاجه جوه الانسان، بس لازم المركز ده يكون ليه خصائص معينه عشان يجرني، عشان يعمل رنين معايا. يعني انا لو بصيت لحاجه كده بتشكيل الحاجه دي، لو طاقه المركز قويه وظاهره فيها هتجرني، لو مش ظاهره في التشكيل مش هتجرني. لو مسكنا شكل زي ده، لو مسكنا الاماكن المقدسه، هنلاقي ايه؟ الجبل ارتبط جامد جدا بالاماكن المقدسه اللي هو الشكل ده، مش كده؟ يعني عندكم مثلا ايه؟ جبل النصر، مش كده؟ طيب في جبال مقدسه، لو جه الجبل ده وعملنا دبل انترفيس، يعني تداخل مستوى، يبقى ممكن ابقى جبل واروح داخل جواه بكهف مثلا، بقى دبل، مش كده؟ فالكهوف ليها زي غار حراء مثلا، نبص نلاقي الكهف ده دبل انترفيس. فده يبقى الانترفيس ده احد الحاجات اللي ايه؟ القوانين. يعني اقدر اطلع قانون من هنا، قانون الانترفيس ده، وابتدي استعمله في العماره. تمام؟ بالنسبه للفواصل ما بين الارض والسماء والبحر، حضرتك قلت ان احنا بنستقبلها، ما بنحسش بيها. بنعملها ازاي؟ هي حضرتك قلت ان من التلامس الخارجي، وان احنا بنحس بالحاجات اللي طالعه من الارض والحاجات اللي من البحر، المفروض ان احنا بننجذب اليها. فين؟ لو المكان ده التكوين اكد السنتر ده او الغار، التكوين اكد السنتر ده، هنحس بيها ويبقى الاماكن المقدسه على طول بنحس بيها الاماكن المقدسه. انا بقول دلوقتي نفترض مفيش مراقبه، يعني ما بصيتش على النباتات والحاجات اللي بتطلع على الدور اللي فات. انا بقول القانون الانترفيس ده، بس مش معناتها ان كل جبل لسه هندخل، هنستنبط من دي الايه؟ القوانين بتاعتنا، البرنسبلز بتاعتنا. فانا بقول الجبل بس مش كل جبل، الغار بس مش كل غار، يعني لسه هنستنبط القوانين. بس الانترفيس ده قانون مركز، اللي هو ايه؟ معناته ان لما التشكيل
بيتوجد بطريقة بحيث ان المركز يبقى فيه الادراك بتاعي، هو مكان الادراك بحس بيه. قوته هي اللي بتاكد، ما هو مش كل مركز هينفعني، لو قوي قوي يبقى مكان مقدس. فاحنا عشان كده الجبل مقدس، الوادي مقدس، ما هو الوديان ما نفس حكايه، ما لو زلت في الوادي يبقى المركز هنا. الوادي مقدس. ففي الطبيعه في الانترفيس وفي يبقى سنجل ودبل. اوكي؟ ده أول قانون عندي. الانترفيس المركز هنا. في قانون هنا، في قانون تاني اللي احنا لسه اتكلمنا عليه. القانون التاني ده اللي هو ايه؟ روتيشن. تمام؟ عملية ايه؟ وابسط حاجة عشان ادرك مركز انها مجرد ايلة، مش كده؟ يعني لو انا عملت مجرد دي مش دايرة، دايرة كاملة. هو انا لو جيت عملت خط كده بس كده وانت بصيتوا لده، مش مجرد ان خط لف كده بقى فيه مركز؟ طيب، فأي حركة دائرية، يعني اي حركة دائرية بتديني ايه؟ بتديني عمليه المركز. طيب يبقى انا عندي انترفيس وعندي حركه دائريه، ناقص الان هنا، يبقى دي هو حقيقه دي ودي مرتبطين ببعض. ما هو المركز هنا سنتر روتيشن، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. تمام؟ طيب هنشوف في الحركه الدائريه دلوقتي، احنا لسه بنطلع القوانين. القوانين اللي هناخدها في العمارة نشتغل بيها. طيب الروتيشن دي فيها ايه؟ بحس ان المركز ده او ده مركز الروتيشن، يعني يبقى فيه اكس، زي اكس جواه. فلو مسكنا احنا مثلا، لو انا رسمت مربع كده، تمام، وجيت عملت هنا رسمت ال كده، ده ايه؟ مربع وال ولا اثنين مربع ولا ايه؟ اثنين مربع وقاعدة احتمال. ليه؟ انا رسم، انا رسم مربع وال احتمال. ايه؟ كده قوي. ايه اللي خلاها بقى اثنين مربع؟ هو مربع وال، ايه اللي خلاها بقى اثنين مربع؟ حاسه ان المركز ايه اللي خلاها الاثنين مربع ورا بعض؟ قلت انا راسم مربع وقال قلت البيتزا. ها؟ قلت البيتزا. ايه اللي خلاها يعني كده؟ ايه اللي خلاها احس بقعد تاني؟ ان انا حسيت زي ما يكون ايه؟ بعد التالت اتوجه كده، مش كده؟ وخرج من هنا مثلا. تمام؟ لان في اكس كده ودي اتحطت ورا دي. يعني الاثنين دول عملوا ادراك لمركز والحركه، وانا ادركتها بغير شعور على طول، حاطط الاثنين ورا بعض. فطيب ايه اللي خلاني ادي اسبقيه؟ ما انا عندي اثنين، يا اما دي قدام دي، يا اما ده قد مربع. لكن انا على طول رحت مدي اسبقيه لايه؟ لدي قدام دي. يعني معلش بيبقى في انجذاب لعمليه وجود مركز لتحديد فراغ جديد. تمام؟ يبقى ده هنسميه ايه؟ شيفت. حصل شيفت هنا. تمام؟ تحريك حاجه ورا حاجه. تمام؟ طيب ممكن حاجه ثانيه. طب انا لو جبت مربع كده وبعدين رحت عامل كده مثلا، لفيت، حصل دايره روتيشن، عمل مركز هنا على طول. يعني انا دي ممكن احس ان فيها حركه، المربع هو واقف ما كانش فيه حركه، مش كده؟
دي هي الروتيشن دي اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الروتيشن اللي بعملها بأي شكل، أي شكل ألفه كده. الروتيشن ده أنا ممكن الروتيشن والشيفتنج يتضموا على بعض. ما هو الشكل ده ضم إيه؟ ضم روتيشن وضم شيفت. مش كده؟ لعب مع الاثنين. الطاقة احنا قلنا الطاقة ايه؟ الطاقة مستويات، مستوى حسي، مستوى حالي، مستوى فكري، مش كده؟ كل دي مستويات طاقة. طيب لو احنا انتوا عارفين النهارده في الكمبيوتر يقولوا كل حاجة فيرتشوال مش عارف ايه، فيرتشوال مش عارف ايه، مش كده؟ طب الفيرتشوال ده حاجة مش موجودة في الطبيعة بس موجودة في الفكر. طيب هل لو انا عم في البلان اي حركة احسها بفكر ان فيها روتيشن، هل هيبقى فيها روتيشن فعلي في الطاقة؟ يعني مثلا انا جيت ايه؟ جيت حاجة كده ورحت عامل ايه؟ جت هنا مربع كده ورحت عامل كده ومربع ثابت مش حاجة، لكن انا احساسي انه لا، يعني الاحساس لما ركبت دول كانوا ايه؟ لا لو ركبت مثلا كده كان حاجة بتلف، بس هو هيئة ثابتة اهو مش كده؟ ما بيلفش. طب هل لو غير الدور هل الطاقة هو هتتغير ولا مش هتتغير؟ يعني لو انت في الأوضة دي وأنا جيت بلاش كل دول واحدة بس، يا شوفوا اللي انتوا قاعدين فيها دلوقتي، انا جيت بره ورحت حاطط حاجه شكل كده هنا، هل نوعيه الطاقه هنا مش كميه، نوعيه الطاقه هنا هتتغير؟ يعني انا ممكن دي اعمل سنترنج للطاقه دي بالشكل ده بطريقه فورتفول؟ هو دلوقتي العربيات لما تشوف العربيات ويجي يركب لها جناح ورا كده طيب مش بيفرق؟ مش بيفرق في كل التوزيع بتاعها وكده؟ طيب اشمعنى هنا مش هيفرق؟ مش في طاقة ماشية في الجو كله؟ ما ده سبويلر ده مش كده؟ يعني انا ماشي طيار مية هنا اي سبويلر طالع كده مش هيفرق زي سبويلر طالع هوا في العربيه؟ طيب مجرد دي تفرق هنا. يعني هقول لكم حاجه، انا مجرد دلوقتي اجي على الترابيزه من اللي قدامكم هنا واجي اعمل ايه؟ احط القلم ده هحطه كده في الحته دي على الترابيزه، طرفه طالع كده، حصل روتيشن على الترابيزه دي كده على طول، دي فيرتشوال عشان دي ما بتلفش. طيب لو جيت عملته كده لفت العكس كده، طب ده انا بغير الطاقه هنا بمجرد حطيت القلم كده، شوف حطيته كده او حطيته كده غيرت نوعية الطاقة اللي على الترابيزة دي. لدرجة إيه؟ لو جبتوا نبات وحطيتوه على ترابيزة كده وحطيتوا قلم كده وعملتوا فيرتشوال روتيشن في الاتجاه ده هتلاقوا صحة النبات ده ابتدت تتحسن، ينمو وتتحسن. لو قلبتوا دي كده في الاتجاه ده بعد شوية هتلاقوا النبات ده يموت. يعني بتختلف في توجيه الطاقة؟ مجرد ان احنا عملنا فيرتوال روتيشن في الاتجاه ده او في الاتجاه ده.
فرقت على طول. طيب يبقى انا عندي دور. احنا هنشتغل السنه دي مجموعه فاين دي مش هنزود قوي. نضيف قانونين عليهم وبعدين نبدا نشتغل هو اكزامبل. قانون منهم اللي هو ايه؟ جاي من الاثنين دول، يعني هما دول الحقيقه لحد دلوقتي تقريبا قانون واحد ما خرجتش قوي بره. انا هقول ايه؟ في قانون تاني اللي هو جاي من الشيفتنج. لما يجي مثلا ولا حاجه كلكم عارفينها يعني في العماره مفروض لو انا عملت ده واحنا بنشوف ايه؟ في شغل ميز باند الروم مثلا والحاجات دي. فهو بيجي يعمل ازاي؟ ده في الاخر تقريبا كده وبعدين اجي مثلا هنا اروح حاطط الحيطه كده وبعدين اجي بقى لازم ايه؟ كل دول هتعامل معاهم. وبعدين اجي مثلا اعمل حته بره هنا كده كده يبقى عندي دي ودي وبعدين هتعامل مع دي مثلا بصحه الحته دي بس كده. وبعدين اجي مثلا هنا اتعامل بس الحته دي ومثلا هنا اجي كده وبس. انا بشويه الخطوط دي المودلر سيستم ده لو مسحته انا اكدته ببعض النقط مش كده؟ ده بيسموه شفافيه او ترانسبيرنسي، يعني ان في وراء الشكل في نظام معين بس النظام ده خفي مش ظاهر ليا فبنسميه ترانسبيرنسي. تمام؟ دي نظرة. ده نظام ترانسبيرنسي. هنخلصه بسرعة النهاردة عشان تقعد تشوف نتيجته. ف هو دول النقط الأساسية اللي احنا هنبتدي نشتغل بيها. يعني انا ممكن الانترفيس اديكم مثلا بتاع الانترفيس ده. العرايس في الجوامع مثلا. يعني بتلاقوا كتير جدا في المباني القديمه حتى ببساطه قوي المبنى من فوق بيشتغل كده او العروسه اللي في الجامع اللي عامله كده وجنبها كده. مش كده؟ فالانترفيس بتلاقوا هنا ده المبنى وده السماء او ده المبنى وده السماء الانترفيس ده. ده هدفه ايه؟ السنترز اللي بتتوجد هنا في الانترفيس دي بحركه الانترفيس بنزل في حيطان المبنى السنتر. يعني اعتقد السنتر هنا في التشكيله ما بيشوفوا بعض كده كان عملت بقى السنتر من الحيطه كلها. فده احد الحاجات اللي بتلاقوها في مباني العباده كتير قوي. فده احد السنتر. ممكن انا اجي بقى معماريا اعمل اي شكل بقى انا عايز اعمله مثلا دخل حاجه في حاجه واخرج حاجه من حاجه وبتاع. يعني ممكن استعمل عمليه الانترفيس دي في تكوين المبنى. انا دلوقتي بشرح لكم القوانين ومش هندخل فيها الى تشكيلات هندسيه الا ايه؟ الا الدور الجاي. بس هنعمل قانون واحد تاني كمان. ايه؟ الترانسبيرنسي. الترانسبيرنسي ما دي بسيطه ان ايه؟ بدل ما الواحد بيحط المودولر سيستم بتاعه مجرد اجسام ويشتغل عليها بيبتدي يكون المبنى عباره عن اشكال ثانيه تكوينات زي مثلا التكعيب زي قانون التكعيب او بيحط فيها التشكيل ده نوع يعني يدخل شكل كده مثلا وابتدي اشتغل عليه او شكل كده اشتغل عليه. في الاخر المبنى لو اشتغلت على الشكل ده مش هيبان المبنى. لكن هوريك بقى في الرسومات بعد كده في مشروع لو كان مره مثلا مشروع بنيته على الشكل كده بس في الاخر مش هيبان الشكل ده خالص. فممكن المهم ايه؟ لما الواحد بيبني الفراغ تفرق كتير جدا
لو انا الفراغ ده اللي انا عنده هنا اكدت بيه النقط دي ان انا جيت عملت مثلا كده رصيتهم كده او جيت وعملت ازاي رحت شايل دول من هنا حاسين بفرق بين ده وده ولا مش حاسين بفرق هنا في نظام خفي ورا يعني حاطين بناء على نظام خفي ده شويه ده بس مجرد كده ما تحطوش على اي حاجه النظام الخفي اللي ورا ده بيدي للفراغ ده خاصيه معينه لتكوين الفراغ هنا يعني في شغل بيز باندرو واضح قوي الكلام ده عشان مجرد بيحط الضرور حته فين بس بناء على الترانسبيرنس ما بيحطهمش كده يعني مش يمسك فراغ معماري انا ايه انا هدخل كده واروح كده احط حته هنا وامشي كده احط حته هنا لا يبقى في جريد ترانسبيرنس الاول وبعدين بيطلع منه الكلام ده الكلام ده هتلاقوه مثلا واضح عند ميس فان دير رو مش واضح عند فرانك لويد رايت لكن فرانك لويد رايت من احلى ترانسبيرنسيز موجوده في البلانات بتاع فرانك لويد رايت يعني لو حطيتوا مجره شفافه على الفيلا اللي بيعملها فرانك لويد رايت وابتديتوا تحطوا تشوفوا المستطيلات اللي فيها كده على الشفافه هتلاقوا الترانسبيرنسي ده معمول عنده بطريقه من اجمل ما يمكن تلاقي زي البلان ترانسبيرنسي فده احد الحاجات بعدين ترانسبيرنسي عمل ايه؟ ليه حطيته على رسومات ترانسبيرنسي دي؟ عشان ادى البعد ده السنتر لكن لما اعمل كده ما اداش حاجه يبقى ده هتقولي اه بس ده خلاص ما انا مسحته مش باين لا العلاقات موجوده فباينه نمسك ايه؟ في حاجه ثانيه قانون ثاني وهو ايه؟ انا بسميه مفتاح الطاقه الانرجي كي في البايجومتري ايه الانرجي كي في البايجومتري؟ لو احنا جينا في اي مسكنا فنجان في ميه كده ونفخنا فيه كده هيحصل ايه؟ هيحصل الشكل ده الطاقه هنا هتتحرك كده وهنا هتتحرك كده مثلا لما يمشي مش هيعمل الحركه دي كده اي حاجه بتمشي بتاثر على اللي حواليها مش كده ولا ايه؟ زي واحد يمشي يقول له ميه وقف فوق طيب اللفه دي اللي هي اللفه على اليمين هيبقى في طاقه طالعه لفوق هنا تمام؟ اللي على الشمال بتجر الطاقه لتحت هو حقيقه دي قطاع هو الشكل الحقيقي ده عباره عن ايه؟ عباره زي الكحكه يعني في لو واحد لفه السيجاره كده مش بيعمل زي الكحكه كده فهو الشكل ده انا خدت قطاع يعني بيطلع كده ويلف كده فكان الشكل اي طاقه ماشيه كده الشكل ده بيلف اللفه كده في اتجاهه طيب شوفوا بقى زمان كانوا ايه؟ كانوا القدماء المصريين لما النيل ماشي كده عارفين ان الطاقه الناحيه دي هتبقى غير الطاقه الناحيه دي دي طاقه بتساعد الزراعه بتساعد النمو بتساعد الحياه بتساعد كلنا ودي طاقه مش طاقه موت وبتجر طاقه الحياه كل ده لا ده برضه ساعد النمو وكل شيء بس ايه في اتجاه اخر يعني في العالم الاخر ليه؟ ما هي دي كحكه واحده لو هي كحكه واحده يبقى مش معقول جزء من الكحكه في نمو والتاني ما فيهوش بس انا واقف هنا فده بالنسبه لي طاقه جايه عليا كده وكده نازله يبقى انا عندي ايه؟ اربع حالات طاقه هنا يعني اللي واقف في وش مجرى النيل هنا واحد اللي هنا في الحته دي اثنين هنا ثلاثه هنا اربعه يبقى عندي اربع حالات للطاقه هنا اللي واقف هنا بيكتسب
الوقت هنا بيتاخد منه طاقة، هنا في الاتجاه التاني بيكسب طاقة، هنا في طاقة بتروح ايه؟ طاقة زي ما بيكون هنا طاقة النهار، هنا طاقة الليل. قدماء المصريين فاهمين الكلام ده، يوم يجي يحط هنا كل حاجة مرتبطة بالحياة. كل حاجة مرتبطة بالحياة. ايه؟ ايه معزاك؟ ما اعرفش بس فدلوقتي ده طالع طاقة نمو وده طالع. عشان كده زمان كان النمو هنا وهنا مش النمو. يعني هقول لكم حاجة، لو جينا دلوقتي بنشكل أي فراغ، أنا عايز توازن الكلام ده جوه الفراغ. فاحنا هندرس بعد كده هيهمني ده في التحليل. مثلا ايه؟ لو في اوضه كده هنا، باب الاوضه لما يكون في النص داخل كده فهيبقى ايه؟ الطاقه لو هنا في الشباك هيبقى الطاقه متوازنه ازاي؟ يعني في توازن. بس احنا النهارده في معظم مشاريعنا الجديده بيبقى صعب ان انا احط باب كل اوضه في النص. فلو جبت الباب في الجنب ده هيزيد في المكان ده الطاقة إيجابية عن السلبية. لو جبته هنا يعني توازن الطاقة لازم هندرسه بالكي ده، ده بنسميه الانرجي كي. ده مهم جدا جدا جدا، عناصر مشروع تتحط فيه. الأربع حالات الطاقة دي يعني امسكوا إيه؟ امسكوا كل العلوم القديمة بتاعتنا. كل العلوم القديمة بتاعتنا كانوا بيقسموها لأربع حالات. نيجي نقول ايه؟ زمان كانوا بيقسموا الطب لاربع حالات كده، يقول لك ناري، مائي، مش عارف ايه، هوائي. عشان ايه؟ عشان ما كانش عندهم معامل زينا النهارده. يعني انا بشوف اساتذه محترمين يقولوا الكلام ده، ما انا عندي معامل النهارده كل حاجه بقولش مائي هوائي كده. لا، الكلام ده بيوري علاقه الطاقه بيا. يعني انا واقف هنا علاقتها كذا، هنا علاقتها كذا، هنا علاقتها كذا، هنا علاقتها كذا، وانا مش واقف هنا مش فارقه معايا. ف بيقسموا الحاجات، هتلاقوا في الطب الصيني مقسمها لخمسه اليمنتس، اربعه وواحده في النص. عندنا في انواع كتير بقى، يعني ممكن نقسمها مثلا نقول ايه؟ ممكن ماء، مثلا هواء، ناري، على حسب بقى. يعني تتقسم بمليون طريقه. في يقول لك مثلا نقسم ايه؟ منطقه الخشب. يعني سرير دي منطقه الخشب، ما هي منطقه نمو. دي منطقه معادن، عشان المعادن جوه الارض. يعني نسميها زي ما نسميها، لكن لو دخلته في الطب القديم، لو خدت في الابراج السماويه يقسموها ايه؟ برج مائي، برج هوائي، برج كده. يعني معناته ايه؟ ان احد النوعيات الاربعه للطاقه. احنا يهمنا كمعماريين ان لازم الطاقه في المكان بتاعنا يبقى متوازن. يعني تخيلوا مثلا لو ايه؟ لو في شارع في اتجاه واحد، عربيات ماشيه كلها في اتجاه واحد، فيه التاثير على اليمين الاتجاه غير على شمال الاتجاه. لو في جنينه على اليمين هتلاقي كل النباتات تبقى طالعه فيها كويسه، اللي على الشمال دي هتموت كل النباتات بتاعتها. ف عايزين احنا التوازن بتاع الكلام. فاحنا دلوقتي هنبتدي نصمم بايه؟ بالكلام ده. عندي المفتاح ده وعندي شويه الحاجات دي. فببساطة جدا هستعمل دول كهي قوانين التصميم بتاعتي. يعني انا البلان بتاعي، لو انا البلان بتاعي اديته حركة روتيشن، يعني انا عامل بلان مثلا او عملت حاجة كده، ده بحس ان في روتيشن كده كده. طيب لو انا عملت العكس، يعني طولت دي شوية، دي طولتها كده، الروتيشن بقى عكسي. طب هتقول ده احساس،
ده فيرتشوال روتيشن مش كده احساس. هل الطاقه هنا تلف عن الطاقه هنا؟ هل الطاقه فعلا هنا هتلف كده؟ هل الطاقه هنا هيلف كده؟ هي فعلا هتلف كده وهتلف كده. يعني شوفوا دي قوانين بسيطة جدا جدا جدا، لكن ممكن ايه؟ ممكن ان انا يعني بمبنى بسيط جدا، يعني يبقى بيت مثلا، ادي بيت مبني كده وفي خلل طاقة ناس مش مسرحة بتاعها، يعمل ايه؟ اجي هنا اجيب فلاور بوكس مثلا او اي حاجة وازرع حاجة هنا كده وحاجة تانية مثلا هنا اي حاجة كده بتاع وخلاص. طب دول بره البيت، طب اللي بره البيت دول مجرد انا حطيت فلاور بوكس هنا وهنا هل اثروا على طاقة البيت كله؟ انت لازم تتخيلوا البيت كايه؟ مش انتوا عايشين هنا في تيار مائي بين الشمال والجنوب؟ مش في تيار مغناطيسي ماشي بين الاثنين؟ طيب التيار المغناطيسي ده لما يلاقي حاجات كده مش هيتشكل؟ يبقى انا مش لازم افتكر ان انا ايه؟ ان انا بحط كتل معماريه كده وخلاص شكلها حلو شكلها حلو، لا ده في تيار حيوي الحياه كلها بيعدي من جوه الكتل بتاعتي. فانا في ايدي الكتل بتاعتي دي هتأثر ايه على الانسان اللي جواها واللي براها، واي شكل من دول هيعمل الطاقه لو دخلت فيها بس جايه من هنا هتدخل هنا كده خبط فيدي هتروح جايه كده لفه كده حته ثانيه جايه كده حته مثلا هنا راح داخله كده معديه كده هبص الاقي ايه؟ في تشكيل للطاقه صح الحته دي جت مع دي اللي جايه هنا راحت عامله لفه هنا تربلس هنا هنا راحت عامله تربلس كده هبص الاقي ابتدت الحته دي يبقى فيها ايه؟ لخبطه في الطاقه دي سهله قوي لو انا تخيلت النهارده لما بيصمموا العربيات بيعملوا ايه؟ مش بيجيبوا العربيه ويحطوها في حته كده فيها ايه؟ مروحه جوين تانل ده عباره عن ايه؟ مروحه جامده وجوه فراغ كده زي اوضه كده يحط العربيه جواها وشغل المروحه فيجي هواء جامد قوي يعدي على العربيه يحط جواها بودره في الهواء ده يقوم يشوفوا البودره دي وهي بتعدي على العربيه بتعمل ايه؟ فلو العربيه مثلا ماشيه كده ادي عربيه عامله كده اهي وهو شغل المروحه هنا تسحب كده او خلى المروحه هنا تدي كده عشان الهواء بيبقى ماشي كده تيجي تسحب كده جه الهواء هنا في الحته دي راح ايه؟ عمل كده وجه هنا الحته دي راح عامل كده ابتدى ينزل فابتدى يدي دوامه هنا ابتدى هنا يدي دوامه هنا فاقول طيب انا لو حطيت سبويلر هنا في الحته دي شويه كده بحس ان ارفع الحته دي من هنا ولو انا شكلت الظهر هنا كده بحس ان ارفع شويه هنا فيدي شويه للدوامه دي انا ما دي مش عربيه سبق مش فارق معايا لو عربيه سبق تفرق معايا لكن هو الدوامه دي هتخلي استهلاك العربيه اكتر في البنزين هتقلل سرعتها ما حاجه بترجعها لورا كده طب اذا كانت دي في العربيه طب ما انا في البيت بتاعي من الارض بتلف الارض مش بتلف فالمبنى اللي انتوا بتبنوه كان حاجه ماشيه بسرعه برضه هي هي ماشيه بسرعه جوه التيار ايه؟ تيارات كهرومغناطيسيه فهتيجي تقول اه بس يعني هل لو درسنا الكلام ده يعني طب هنقلب دي القوانين المعماريه طب يعني عايز تقول لي لو حطيت بتاعها بره كده في البيت او حطيت كده او هتفرق تفرق في حياتنا يعني شوفوا لما الواحد يبتدي يقول الكلام ده الناس تقول ايه ما انا والله بقى لو ما شفتش نتائج الكلام ده انا اطبقه ليه في العماره ما انا ببني حلو قوي يعني ليه اطبقه هستفيد ايه لما اعمل كده لو جيت على بيتي كده وامشي في حاجات كده عملت روتيشن هستفيد ايه
هل هتغير حاجه من حياتي؟ ما اصلا مش هستفيد اغيرها ليه؟ هنا بقى لما هفرجكم السلايد في الخميس الجاي هفرجكم الاول الناس تقول لك مثلا ايه؟ عايزين نعمل تجارب شوف انت بالشكل تقدر تعمل ايه في نمو البكتيريا؟ هل تقدر تعمل ايه في نمو الحيوان؟ تقدر تعمل ايه في نمو الشجر؟ طب هنا في حاجه مثلا بتموت وانت لو حطيت لها مثلا شجره بتموت انت بتقول لو غيرها مش عارف حواليها كده هترجع الشجره تزداد. طيب الكلام ده كله لو ساعد ما بنواجه بعض استعمالات القوانين دي اللي انا بقول لكم عليها والنتائج اللي بتطلع منها الناس يعني ممكن واحد مجرد احط له حته جنب البيت كده شده في حته هنا في حته هنا تبص تلاقي الناس اللي في البيت ده صحتهم اتحسنت 100%. وممكن يكون تشكيل شارع او حاجه جايه من بره غير مقصوده تغير صحه الناس وتبهدلهم ويجي لهم سرطانات ويكون لهم مشكله. من الكلام ده ليه؟ هم لقوا ان اكبر مسبب للسرطان في العالم هو التقاطع الحلزونه دي لما تكون لفه في اتجاه العكس وحد نايم عليه. يعني في اتجاه في اتجاه بتساعد المناعه. اتجاه تاني بتهد المناعه. ما احنا لما نستعمل الاسس هوريكم اساليب قياس كتير بس لما نستعمل الاسس الاول الهندسيه السليمه هقدر اتفادى كل الاضرار دي كلها. فهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه. يعني مثلا ايه؟ في بلاد يقول لك ايه؟ يعني انا مثلا كنت في عمان فلقيت الناس بتقول ايه؟ واحد عنده ارض فبيقول لك الارض لما يكون شارع كده وفي اراضي هنا كده يبقى الارض اللي في النص دي بتتباع ارخص من دي وارخص من دي ومن دي مع ان دي عنده ايه؟ عنده شارع وفيو. يعني لو قعد هنا يقول لك دي نحس دي ارض نحس فما يرضوش يشتروها. دي كويسه ودي كويسه لكن دي نحس. ليه؟ طب انتوا تتخيلوا لو ميه جايه هنا هتضرب في الحته دي هنا مش منفذ. فلو ماسوره لو انتوا جيتوا ماسوره دي عامله كده المشكله كلها هتحصل في المنطقه دي في الماسوره الميه وهي جايه وهي رايحه. المشكله في جايه من هنا وجايه من هنا. هنا دي منطقه اشتباك هنا. النتيجه دي طاقه البيت ده تبص تلاقي مسيحتهم تعبانه اللي جراهم كذا او مشاكل كتير جدا فيقول لك ده نحس. بس هم يقولوا دي يعني خبره ابا عن جد. لكن احنا في القياس ما احنا عارفين ان هنا في مشكله نحلها معماريا ازاي؟ عن طريق ازاي ندخل الانسيابيه هنا تاني في الحته دي؟ بالاكل ممكن احط ملاه مثلا اجي اعمل كده اي حاجه كده ادخل انسيابيه معينه ادخل يعني احل الفلو كانها ماسوره ميه. يعني انتوا دلوقتي لو عندكم مثلا حمام وجيتوا الماسوره بتاعته الرسالة نازله كده ونازله على الماسوره كده طول النهار تسد الحتات. طيب نفس الحكايه. ف احنا عايزين نبتدي نشتغل بدور في نقطه قلتها لكم الدور اللي فات. فاكرين انا قلت لكم ان الحجرين اللي بيستعملوهم زمان مثلا يوقف حجر كده وحجر كده وحجر زي البوابه كده قلت لكم لو ده بيحركوها كده بحيث ان خدت الاتجاه ان جابوه شرقي بسيط مطلعه طاقه كانه مكان مقدس بالظبط. طيب ما هو ده احد برضه اساليب التشكيل اللي انا اقدر اشتغل بيها في المشروع بتاعي. اشوف البوابه بتاعتي في الارض فين ازاي او ادخل اقفل البوابه مش في الاتجاه ده ادخل كده واحرك المشايه بتاعتي شويه كده واعمل برجوله في اي حته كده وبعدين اقعد تاني. يعني امكانيات احنا هنعمل ايه؟ متهيألي مجموعة القوانين دي
يعني دلوقتي لسه عشان ما استعملهاش في الرسومات فمش هتحسوا بيها قوي، لكن متهيألي المجموعه دي كفايه عليكم بالنسبه لايه؟ للمده اللي جايه دي. يعني لو مسكنا اشتغلنا اطباقنا دول على الشغل بتاعكم هنقدر ايه؟ نطلع حاجه. فانتوا للدور الجاي لما تيجي الخميس الجاي امسكوا مثلا ايه؟ ثلاث مربعات. كان ثلاث كيوبس كده. وقعدوا اعملوا ايه؟ تجارب بحيث ان انتوا ثلاثه او اربعه كيوبس. غير كده. رسوم مره القانون ده، يعني انا ممكن اقول ايه؟ ما انا ممكن لو رصيت الاربعه لو واحد كده وواحد جنبه مجرد انا لفيته شويه كده حركت كده، طب ما انا اديت روتيشن من غير ما دخلت في بعض وشكل. اوكي كله ماشي، ندرب هندرب كل حاجه، ركبنا واحد كده والتاني جواه كده طالع من هنا كده. اوكي هنقعد نجرب وبعدين اخلق منها شغل. يعني اول انا عايزكم تحسوا بايه؟ بالحاجات دي. وبعدين تمسكوا ورقه واقعدوا ادوني امثله لايه؟ للحاجات دي. يعني امثله للانترفيس في العماره، انا اديتكم مثلا اهو. ادوني امثله. امسكوا الحاجات دي اقعدوا ادوا امثله كده، انا عايزكم تحسوا بس بالقوانين دي بصفه عامه. التجربة ايه؟ هفرجكم في سلايدز الدور الجاي تأثيرها ازاي؟ يعني هوريكم سلايدز تأثيرها. يعني مثلا ايه؟ يعني انا حتى التشكيل ده في البيت مش عايزة اشوف ان انا معروف ولا اعمل ايه؟ يعني دلوقتي لو انت جيتي مثلا ايه، بصي لو انت جيتي بشكل، لو جيتي عملتي الشكل ده او ده فيه روتيشن، اي شكل فيه روتيشن كده. هو حاليا يعني مش مطلوب منك ان انت لو عايزين بعض الاشكال تعمل نتائج معينه هفرجها لكم، هفرجكم هعمل لكم سلايد شو كامل وافرجكم الاشكال تقدر تعمل ايه. يعني انا دلوقتي مثلا بنقدر يعني بشكل هندسي بسيط جدا يعني اقول لكم المراحل المتقدمه جدا تعمل ايه، مش ضروري تقدر تعملها النهارده. بس انا بدخل مثلا ساعات على منطقه كامله، على مثلا منطقه مثلا قطرها 50 كيلو مثلا. النهارده بنوصل ان انا بقدر اجيب اشكال هندسيه مثلا ست سبع اشكال بحطهم في مواسير وبدفنهم في الارض وخلاص. يعني حتى مش على وش الارض، ما هو مغناطيسيه الارض والقانون بتاعتها ما ماشي فوق الارض زي تحت الارض مغناطيسيه، فبروح حاططهم. تبص تلاقي ايه؟ المحاصيل الزراعية مثلا زادت من 120 إلى 160%. طيب ما هي في حاجة بتزيد 160%، ما هو لازم الشكل ده بس يعمل حاجة. تربية مثلا حيوانات أو دواجن أو أي حاجة كده. تبص تلاقي مثلا في مشروع سويسرا أمراض البقر كتيرة جدا مش عارفين يعملوا إيه فيها. حتى شكل هندسي بسيط زي حطيناها في الحظيرة كده 48 ساعة كان كل البعض صحت كويسة وكف. الناس طالعة في التلفزيون تقول ايه؟ تقول يعني الله بقى لنا 7 8 سنين ولا الدكاترة المضطرين ساعدونا ولا الحكومة بتساعدنا ولا حد بيساعدنا. وبعدين شوفوا الكارتة اللي اتحطت دي، قال البعض بتاعنا كله خف بقينا كويسين، صحة الناس في المنطقة اتحسنت. كل الكلام ده خصوصا في المناطق مثلا ايه؟ اللي فيها أشعاعات مثلا كهرومغناطيسية جامدة أو تلوث بيئي جامد كده. بنقدر احنا بتحريك الطاقة نحسن صحة الناس. هجيب لكم الدور الجاي بعض التطبيقات
في كل مجالات الحياة عشان أوريكم إن بالتشكيل فقط نقدر نوصل لإيه. يعني في مشاريع بتبقى مثلا فيها إشعاعات، إشعاعات مشعة، إشعاعات نظرية طالعة من الأرض، غاز رادون مثلا، غاز رادون ده مشعة طالعة من الأرض، طيب اللي هينام عليه أو على مثلا إشعاعات جاما مثلا اللي هينام عليه وحاجة يشربها هيجيب سرطان مع السلامة. طيب بيجي مشاريع زي دي. طب المنطقة لو جينا في منطقة بقى إيه؟ اكتشفنا إن المنطقة دي كلها شوية المباني الحربية دي كلها جينا نقيس لقينا جاما راديشن جامد قوي قوي في المنطقة دي، طب نعمل إيه في المباني؟ نهد 15 مايو نعمل إيه؟ لحد النهاردة ما كانش في حل. لو لقوا إشعاعات جامدة ما كانش في حل. بس السؤال التاني، هل في عمر اي انسان او اي شركه او اي مهندس معماري او اي حد لما بتيجي نملك منطقه بنجيب شركه تكشف لو فيها اشعاعات ولا لا؟ طيب مش عرفكم بقى ان مفيش يورينيوم تحت الارض، ان مفيش حاجه، مش عرفكم ان احنا مش واقفين هنا فوق اشعاعات ولا لا؟ عمرنا ما هنعرف ليه؟ عشان ما عمرنا ما بنفكر فيه. طب في حاجات كتير جدا كده بقى ما بنفكرش فيها، وبعدين وقت ما خلاص بنينا وعملنا. يعني هديكم مثلا في اكاديمي في هولندا في أيندهوفن، اكاديمي ديزاين يعني زي الجامعه عندنا هنا، بنوا مبنى جديد خالص بقى وفخورين بيه جدا، مبنى جديد ولا الطلبه ولا الاساتذه يقدروا يقعدوا اكتر من ساعه جوه المبنى ده، نفسهم تقلب ويصدعوا ويدوحوا وبتاع وحلم التعبانه دي. فجابوا ناس قاسوا قالوا في اشعاعات ارضيه هنا وحاجات كده ودخلت المبنى كلها يعني هي دي اللي عامله المشكله. طب يعملوا ايه؟ هيهدوا مبنى الجامعه دي بعد ما بنوه؟ فعملنا يعني اتصلوا بيا ودعوني فعملنا الآس، عملنا المشروع بتاع الطلبه دول، يعني اتفق معايا ادرس لهم شهرين زي ما درست لكم يعني كده. فاتفقنا ايه؟ ان احنا عندنا مشكلتنا في الجامعه، فنشترك مع الاساتذه والطلبه، يبقى الحل اللي بحل بيه المشكله انا في نفس الوقت هو الايه؟ هو مشروع السمستر. فبخليهم حاجات بسيطه جدا، يعني بخليهم مثلا ايه؟ كل حاجه من دول. يقول يعني احنا مثلا لو جينا في الصاله وحطينا في اخرها حاجه طبعا من الشباك كده او تحت المبنى، حطينا اي اوبجكت كده في الجنينه كده وكده، هنطلع نقدر نستريح فوق. فعملنا ازاي؟ كانوا حوالي في السكشن العملي ده الورك شوب ده كان حوالي 30 طالب كده. فقلنا لكل واحد هيعملها بطريقه مختلفه عن الثاني، وكل واحد عايز يحل المشكلة يعني، بس مفيش واحد زي التاني. يعني واحد انت هتحلها بفلاور بوكس، التاني انت هتحلها بعملية الوان، هتحط الوان بطريقة معينة، التاني انت هتحطها بكذا. اخترنا كل واحد شكل، انت هتختار هل تقدر تعمل الترانسبيرنسي دي بطريقة هي فنية. قال طب انا اقدر اعمل تمثال معين وانا اعمل حركة كيوبك كده في الصالة ونحطها، لو انا عملت الروتيشن دي طب اوكي نعمل روتيشن، طب يبقى انت شغلك. طب لو احنا جينا ونظمنا الكراسي والترابيزات بطريقة، هل ممكن نحس احسن من فوق والكلام ده كله ما نتعبش؟ يعني دول ناس مش قادرين يقعدوا اكتر من ساعة، بس كانوا عايزين ايه؟ يعني انا رحت مره في الاول عملتها لهم، وبعدين كان عندي مؤتمر خلصته في هولندا، فقالوا لي لا لازم تدرس لنا بس السمستر ده. ليه؟ لان احنا مش فكره ان تيجي تعمل لنا حاجه وحاجه داخله في الديزاين وبعدين احنا نشوف النتيجه وبعدين تسيبنا وتمشي، لا احنا عايزين نتعلم الاسس دي. فابتديناهم كورس كده ابتدينا نعملها. فهي يعني هقول لكم حاجه، ساعات اوضه نوم تحركوا السرير 50 سم في مكان السرير
يغيروا حياه انسان، يغيروا حياه انسان الواحد هينتهي في 10 سنين بسرطان حاجه كده من انه يبقى صحته كويسه. ممكن مثلا حاجه بسيطه في فرش الاوضه في اي حاجه او في توزيع الكهرباء والحكايه دي تفرق، ان طفل زي ما كنت بتقول مثلا اطفال النهارده كتير جدا بيبقوا مش بيركزوا او هايبر قوي او مش عارف ايه، في المدارس دي ظاهره موجوده كبيره جدا. طيب تخيلوا بقى دول ان الحاجات بسيطه جدا في بيوتهم يطلعوا طبيعيين، ما عملناهاش الحاجات البسيطه دي تبص تلاقوا ايه يطلعوا شوف حياتهم بقى اتغيرت. النتائج عايز اقول حاجه، في ناس تقول ايه النتائج الشكل، انا مش شايف الحاجات دي هعمل ايه؟ ايه اللي اقدر اعمله؟ شوف يعني في مشاريع كتير بيشتغل فيها الدكتور محمد بيشتغل معايا في مشاريع كتير، مشاريع ملهاش حل في الدنيا. الناس ما تقدرش تصدق ان شكل هندسي، ففي مشروع قائم نعمل ايه؟ بنعمل له شكل هندسي مخصوص ونروح نحطه في حته معينه. ما يصدقوش ان ازاي بالشكل او اتنين الهندسي اللي حطوا قريه بالكامله او كل دي كان فيها مليانه مشاكل مره واحده، ما فيش بيت 24 ساعه 48 ساعه الحياه اتغيرت. بتوصل ان الناس بتتجنن، يعني يقول لك مش معقول، يعني مثلا مرض البعض ده كل البعض عيان 48 ساعه خف، احنا بقى لنا 10 سنين بنحاول نعالج فيه، الناس التعبانه دي مره واحده حصل لها كذا، الزراعه هنا الانتاج الزراعي ده الناس ما بتصدقش لدرجه انها تيجي تقول ايه، ما هو مش ممكن الشكل الهندسي ده يعمل كده. انا لما كنت بعمل اشكال هندسيه بسيطه تجارب على البكتيريا في مركز البحوث هنا، في الاخر يعني شوف كبار العلماء في البلد جم قالوا لا ده مش ممكن. طب التجربه قدام عينكم انتم بتدونوا، شفتوا انا رئيس ايه؟ رئيس وحده في المركز القومي للبحوث بنعمل تجارب الاشكال الهندسيه على الكائنات الحيه. كل ما نجيب نتيجه مذهله مع كائنات حيه يطلعوا يكتبوها ويدونوها ويمضوا عليها في الاخر يتكتب بتاع التجربه نجحت، وبعدين يطلعوا يقول لك لا مش معقول. ما احنا عاملين اهو، يعني ايه مش معقول؟ ايه؟ ما تسجلتش الحاجات موجودة بتسجلها بقى؟ لا بس هم اللي يعني يبقى شايفها بعينه، شايفها بعينه ويقول لك مش معقول. لدرجة ايه؟ مرة قاعدين مع الوزير نفسه جه النتائج بتاعتنا بيتكلموا عليها بقى النتائج المسيرة اللي بتاعه والنتائج كده، وخدت فيها كلها براءات اختراعات وكده. ف يوم واحد يقول لك ايه؟ ما هو يمكن يا سيادة الوزير في ارواح بتدخل المحمل وبتغير في الاجهزه وتغير في النتائج وتغير في الكلام ده. اصل يعني ازاي شكل هندسي معمول من خشب محطوط على الترابيزه كده بتاع المعمل والحاجه التجربه يعني قدامها مش لمساها، يعني الترابيزه هنا هو عامل التجربه هنا وانا حاطط الشكل الهندسي هنا، فيقول لك ازاي بس الخشب دي تعمل كده؟ هو لازم في حاجه، لا لازم في ارواح، لازم في بتاع. يعني صعب جدا على مخ الانسان انه يتخيل ان اللي يعرف قوانين التشكيل مظبوط يقدر يغير حاجات اساسيه جدا في الحياه. بس احنا عايزين نبتدي ايه؟ عايزين نبتدي مش شوف مش هنخرج بره دول بره القوانين دي ليه؟ عشان عندنا مشروع وقت صحيح، مش مشروع صعب، مشروع بسيط، فممكن نطبق الكلام ده فيه. ولو طبقتوا الكلام ده فيه يعني مش هتجيبوا بالكلام ده نتائج زي اللي بحكيها لكم مثلا في مدينه كامله تقروها ولا بتاع زي ده، لكن ايه؟ لكن هتبتدوا تجيبوا على الاقل نتائج ان بعد كده على اخر السمستر ده لو تجارب بسيطه تعملوها بيتكم هتبتدوا تفهموا ايه هي. يعني مثلا لو حد قاعد، لو هي قاعده كده والقلم ده محطوط قدامها كده، زاويه القلم ده لو في المجال بتاع جسمها قريب منها كده، الزاويه من الجسم تفرق طاقه الجسم، فممكن زاويه معينه كده بعد ربع ساعه تبقى همدانه مش قادره تقوم من على الكرسي.
زاوية تانية كده لو هي تعبانة وعيانة في الدكتور، مجرد زاوية هندسية كده. هو أي مجال؟ مش عارفين المجال. لو جبت مغناطيس وفي برادر تقليل عليه كده وبشكل عليه، انتوا النهاردة طبعا تلعبوا بالكمبيوتر وتلعبوا بالحاجات دي، نسيتوا الكلام ده. بس احنا واحنا صغيرين ولا كان عندنا كمبيوتر ولا عندنا حاجه، يعني كنا العاب بقى ايه المغناطيس ونحركه ونرط الخشب، كنا بنلعب بالحاجات دي. نحط اي شكل، لو حطيته مثلا اي شكل مدبر كده هتلاقي يشكل حواليه كده. فهجيب لكم اوريكم ازاي الطاقه بشكل شكل. هجيب لكم فيلم اتفرجوا عليه، عباره عن ايه؟ عباره عن يعني جايبين مصدر صوتي، سبيكرز عاليين كده، وبعدين المصدر الصوتي ده بيحطوا عليه اي حاجه الومنيوم كده، بيروح الومنيوم خفيف رفيع خالص، وبعدين يجيبوا رمل خفيف رفيع زي البودر كده يحطها على الشكل ده، وبعدين مصدر صوتي بس لغايه في المنتال كده. تبصوا تلاقوا ايه الماده من الطاقة بتتشكل كده. بص تلاقي بقى ايه؟ يغيروا الصوت، طلعت وردة. تبتدي تتشكل، تكون نفسها من وردة. تبتدي تغير الشكل، ويقعدوا يغيروا، المادة تقعد تتشكل. بعد شوية ابتدوا يعملوا أصوات. الرمل عمل زي ما يكون حشرة. وابتدت ايه؟ تمشي على لوح الالومنيوم. يعني شوفوها في الفيلم، تقول لك لا ده هو تحت الرمل ده لازم في حاجه ماشيه، مش ممكن الرمل هيمشي. ده بيوري تاثير الطاقه على الماده. في لو يوم 12 مارس ان شاء الله، بس 12 مارس بالليل في الاوربت او في البيت بيتك يوم 13، هتشوفوا فيه جاي لي ضيف ياباني اسمه دكتور مازارو ايموتو، جاي من اليابان. هو مشهور عالميا دلوقتي. هو عمل ايه الراجل ده؟ بيوري برضه تاثير الطاقه على الماده. بيجيب الميه، والميه دي يتلكها ناقص 25 درجه، وبعدين يسيبها تبتدي بقى توصل لناقص 5، من ناقص 25 لناقص 5، ويصور بالميكروسكوب تكوين الكريستالات في وقت معين، بتظهر تشكيل كريستال كده في الميه، يقدر يصوره بالميكروسكوب. فلقى مثلا ايه؟ ان الميه، هو الاول التجربه دي لقى ان نوعيه الميه بتغير شكل الكريستال. لما تكون ميه معدنيه مثلا صحيه كويسه تطلع كريستالة حلوة كده، لو المية مش حلوة قوي تطلع شكل ملخبط كده مش كريستال. فابتدوا شركات المية تبعت له المية بتاعتهم عشان تطلع كريستالة منها، ولما تطلع كريستالة كويسة يبقى دعاية شركة المية. فابتدوا يستعملوا نوعية الكريستال دي. ابتدى لقى حاجة عجيبة، هو ياباني، لقى إن بحيرة المنطقة اللي جنب دير الأديرة اللي قاعدين يصلوا طول النهار، خد مية طلعت كريستالات من أجمل لون. راح بعيد شوية في البحيرة كده في حتة تانية، خد مية من نفس البحيرة طلعت كريستالات ملخبطة خالص. يعني إيه؟ يعني هنا مجرد الصلاة أثرت. فابتدى يقول لك إيه؟ طيب واحد عيان يديله كوباية مية ويمسكها في إيده، وياخد كوباية المية ويتلكها ويعمل كريستالات، تلاقي الكريستالة ملخبطة خالص. واحد مثلا زعلان كذلك، واحد مبسوط فرحان تمسكه دي ثانية كده وبعدين تحطها تطلع كريستالة حلوة أوي. راح إيه؟ ابتدى بقى قال لك الله. طيب راح خد من مية زمزم وعمل كريستالة طلعت من أجمل ما يمكن. شغل شريط قرآن على مية طلع اجمل ما يمكن. دخل بقى الكنايس، دخل حتت، وابتدى يلاقي ان ايه؟ ان الميه بتتشكل من الايه؟ الطاقات اللي فيها.
طب تخيلوا اذا كانت الميه اللي جوه جسمنا ممكن من كل حاجه خارجيه تتشكل، فشوف الطاقه لما بتتحرك فيها تعمل ايه. انا اتعرفت عليه ازاي؟ لما عملت المشروع بتاعي في اوروبا وكانت في التلفزيونات وكده، ف المعمل بتاعه في سويسرا والراجل الموجود في سويسرا فعرفونا ببعض. فلما عرفونا ببعض قال لي طيب ما نشوف الاشكال بتاعتك او قوانين التشكيل دي، لو عملنا الشكل كده الاشكال بتاعتك وحطينا ميه جنبه عايزين نشوف. فانا قلت له اعمل لي بقى التجارب. فبقيت اجيب اشكال ونشمها على الميه كده وبعدها خليه يعمل لي تجربه الميه ارميها بعدها. بصيت لقيت بقى ايه الاشكال اللي بعملها انا بالبيجومتري لما بتطلع جسمها بتطلع اجمل ممكن تستاهل. فابتديت بقى بحط جدا بالطريقه دي لان ده بتبين شغلي. ف لدرجه ان هو جاي الاسبوع ده هنا في مصر، هو كان عايز ايه؟ هو معروف بره بس ما حدش يعرفه كتير في العالم العربي عندنا وكده. فانا قلت له تعالى انا هعرفك ايه الناس عندنا، هعمل لنا محاضره اقرا عن التلفزيون الناس تبتدي تعرف شغله. فجه قبل ما يجي كلموني الاسبوع اللي فات، ابعت لنا بقى ايه؟ ابعت لنا شكل من القواي اللي عندكم بقى بدل الحاجات الصغيره اللي انا العب بيها دي، ابعت لي شكل قوي قوي عشان اطلع رساله حلوه من الباي جامبت يعني، عشان برضو ايه المحاضره هنا وبتاع وقال لي ابعتها لك. فبعت له شكل يعني عملنا ازاي من وحده من الوحدات اللي بنحطها تحت الارض اللي هي بتغطي مثلا 50 كيلو دي. فدي وحده كان ايه؟ كان الدكتور محمد صار هو وابن السيد طالعين يركبوها في مشروع بره. فصورناها وبنصور الوحده الكبيره دي، وبعدين لما هننقل حاجه لحد مش هبعت وحده عشان يطلعوها ويقلدوها ويستعملوها. فاحنا قبل ما بتنزل على الخط مواسير، فاحنا صورنا وهي جوه المواسير يعني الصوره من بره بره المواسير. فلو حد خد حاجه ليش مش حلو المواسير وصغرت وجينا بالليزر الصوره وعملناها انجريفنج في اشكال فليكس جلاس صغيره. فاحنا مش عايزين نجيب مثلا 50 كيلو، فكنا عاوزين لو جبنا 200 متر حلو يعني الوضع مثلا مكان زي ده كان عايز يتحك كده. فعملت اشكال صغيره كريستال كده ومن الليزر نعمل الشكل المصير جواها ونبعت حد. فاخر قريه عملتها في سويسرا كان بحاجات كده يعني قبل كده كان اشكال كبيره. اخر قريه عملتها كنت مزنوق في الوقت وبقول ما عنديش وقت اصنع حاجات في مصر واجيبها، كان عندي شويه اشكال البلاستيك الصغيره دي. فقلت لهم يبعتوا لي شويه هناك اتحط في كل بيت اثنين من دول وحطيتها عند الحيوانات وعند البتاع وكده وغيرت لهم الدنيا. قلبت لهم الدنيا بمرض الاشكال دي. فهو طلبوا ايه بقى؟ بعت لها شكل بقى قوي بقى شويه كمان عايزين نعمل حاجات حلوه. فبعت لهم مكعب كده في المكعب ده جواه متركبه بطريقه معينه 36 ولا 24 شكل مش فاكر قد ايه من الاشكال بتوعنا اللي هو الواحد منهم بنحطه في بيت حطينا لهم 24. الكارتات دي يعني هي مفيده جدا لجسم الانسان بس لما بنزود في العدد ممكن اللي قاعد في المكان يحس بضغط شويه كده. فاحنا عرفنا في الاخر نلاقي طريقه نحط 24 شكل في مكعب كده من غير ما يتعبوا حد. رحت باعت لهم مكعب. الراجل حط كوبايه ميه فوقي وراح عامل ده كلمني امبارح قال لي مش ممكن اللي حصل، احنا طلعنا بقى الكريستاله اللي طلعت عمري ما شفت الكريستاله بالحلاوه دي. فقلت له طبعا بعتها لي على الانترنت بقى وهاتها معاكم انت جاي. ف ده انا بوريك.